السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ الله يحييكم جميعا. الحمد لله بخير، ربنا يبارك فيكم جميعا. ده نوركم جميعا، الله يكرمكم. ان شاء الله هندرس مع بعض ماده المحاسبه الاداريه، كنا خدنا مع بعض قبل كده ماده محاسبه التكاليف، ولنا نصيب ان شاء الله نتقابل مع حضراتكم تاني في ماده المحاسبه الاداريه. إن شاء الله هيكون المواعيد بتاعتنا يوم السبت والأربع الساعة 9:30 مساء. الكتاب المفروض كتاب المحاسبة الإدارية للدكتور وابل، أنا عامل في مصادر المقرر، وفيه ملخص، مش ملخص، هو تفريغ للقاءات المرئية لخيال، ده موجود على النت، يعني ما أعتقدش إن في أي مشكلة فيه، وهتلاقيه موجود من الفصول السابقة. المفروض نسمع الأول اللقاءات المرئية أو المحاضرات المرئية، وبعد كده نحضر المحاضرات أو اللقاءات الحية اللي هي موجودة مع بعض. فنحاول بقدر الإمكان، إحنا عندنا 12 لقاء، نحاول بقدر الإمكان زي ما أنتم عارفين قبل كده نخلص مقررنا في 10 لقاءات، ويبقى فيه لقاءين للمراجعة وأسئلة مراجعة بإذن الله. حد عنده أي طلب، أي استفسار قبل ما نبدأ؟ اي طلب، اي استفسار يا شباب؟ شكرا جزيلا. طيب نبدا على ورقه الله. انتوا عارفين لما نيجي نبدا بقفل الشات اللي هو العام، وبالشات اللي بيننا وبين بعض بيكون شغال، في اي حيث اي سؤال انا بجاوب عليه على طول. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للمحاسبه الاداريه، من الاسم بتاعها يبقى هي محاسبة أو نوع من أنواع المحاسبات المخصص لخدمة الإدارة في الأساس. يبقى الأساس في المحاسبة الإدارية إنها محاسبة موجهة لخدمة الإدارة. طب الإدارة بتحتاج إيه؟ الإدارة بتحتاج اتخاذ قرارات. يبقى المحاسبة الإدارية نوع من أنواع المحاسبات اللي هيفيد الإدارة في اتخاذ القرارات. ايه القرارات اللي بتاخدها الاداره؟ قرارات خاصه بتخطيط، برقابه، ثم اتخاذ قرارات عامه. يبقى الانشطه الاساسيه للاداره اللي هتحتاج فيها البيانات والمعلومات اللي توفرها لها المحاسبه الاداريه، رقم واحد تخطيط. التخطيط عباره عن اعداد مسبق لما يجب ان يتم عمله في المستقبل. الموازنة اللي الشركة مخططة لها انها تنفذها في المستقبل. وبعد كده تيجي مرحلة الرقابة. انا عملت الاول خط تخطيط ووضعت خطة، يبقى انا عايز بعد كده اعرف هل الخطة اتنفذت زي ما كان مخطط لها ولا لا، يبقى بالتالي ببدأ اشتغل المحاسبة الادارية تبدأ تقارن لي البيانات الفعلية او الناتج الفعلي اللي حدث مع ما كان مخطط له، وبعد كده اقول والله في انحراف ولا ما فيش انحراف. يعني معناها القرارات الخاصه بتحليل الانحرافات والرقابه ايضا خاص بالاداره، وهتفيدني في المحاسبه الاداريه. تخطيط، رقابه، يبقى عايز قرارات. يبقى اتخاذ القرارات الاداره هي صاحبه الشان في اتخاذ القرارات. زي المفاضله ما بين البدائل. عندي عدة بدائل أمام الشركة، بدائل استثمارية. عايز أقول والله أفضل بديل إيه؟ اللي هياخد القرار هو المحاسبة الإدارية. طيب إيه الفرق بينها وبين المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف؟ هتلاحظوا
حاجات كتير. يعني يمكن اول ثلاث او اربع لقاءات هي لقاءات مكرره من محاسب التكاليف، وده جيد بحيث بيخلي حاجه واخدينها قبل كده بنستعيد فيها معلومات. طب ليه؟ لان المحاسب الاداري لازم يكون فاهم محاسب التكاليف قبل ما يجي يتخذ قرار. يبقى لازم يكون عارف يعني ايه تكلفه متغيره، يعني ايه تكلفه ثابته، يعني مباشر ويعني غير مباشر، نقطة التعادل معناها ايه. كل اللي احنا خدناه في البداية في محاسبة التكاليف هنكرره تاني مع بعض في اول ثلاث لقاءات تقريبا في المحاسبة الإدارية. الله، يعني معنى كده ان محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية فيها جزء كبير مشترك. نعم. طب ايه الفرق؟ الفرق الرئيسي ما بين محاسب التكاليف والمحاسب الإداري ان المحاسب الإداري مهمته الأساسية اتخاذ القرار، اما محاسب التكاليف مهمتها الأساسية تحديد تكلفة المنتج أو الخدمة وتوفير البيانات اللازمة للمحاسب الإداري اللي بيعيد دراستها تاني، اللي بيعيد اللي التأكد من دقتها تاني عشان بعد كده يتخذ القرار. يبقى المحاسبة المالية تفرق عن محاسبة التكاليف والمحاسبة الإداري. المحاسبة المالية بتركز على تقارير تتعلق بما حدث في الماضي، تم شراء، تم بيع، كل التعاملات ما بين الشركة والغير بتسجلها محاسبة مالية. المحاسبة المالية بتعد لي قوائم مالية تنشرها للغير. أما المحاسبة الإدارية بتركز لي على توفير المعلومات مالية وغير مالية عن الجودة، ديت معلومة غير مالية، علشان تخدم الإدارة للقيام بوظائفها الأساسية علشان تساعدها في التخطيط، في الرقابة، في اتخاذ القرار. يبقى الأساس في المحاسبة الإدارية هو اتخاذ القرار. طيب، علشان اتخذ قرار صح يبقى القرارات لازم بناء على معلومات. يبقى لو المعلومات خطأ هيبقى القرار خطأ. طب لو المعلومات ذات جودة عالية هيبقى القرار أيضا ذو جودة عالية. طب ايه هي معايير جودة المعلومات؟ يعني امتى اقول المعلومة دي جيدة او المعلومة دي ذات جودة عالية او المعلومة دي ليست ذات جودة عالية؟ ايه الاساس اللي انا بناء عليه اقول في جودة للمعلومة؟ واحد، الملائمة. الملائمة تعتبر المعلومة ملائمة لو كانت هتؤثر على القرار اللي بيتخذه المدير. طيب، يبقى علشان المعلومة تبقى ذات جودة عالية يبقى لازم تكون المعلومة ملائمة، وعشان تكون المعلومة ملائمة لابد أن تكون معلومة مستقبلية. يعني معناها ما ينفعش تكون معلومة ماضية. يعني ما ينفعش النهاردة أروح أشتري سيارة وبعد كده أبدأ أسأل هي إيه أفضل سيارة في السوق، يبقى المعلومة لازم هتفيدني في المستقبل. لازم المعلومة هتفيدني في التفرقة ما بين البدائل. يعني ايه؟ يعني لو قلت لكم قدامي آلتين اشتري اي آلة، هتقولوا طيب قول لنا المعلومات اللي عندك. اقول لكم الآلة الأولى تكلفتها 100,000 والآلة الثانية تكلفتها 100,000، هل المعلومة دي ساعدتني ان انا اختار مين؟ الاثنين زي بعض، الاثنين زي بعض. يبقى دي معلومة ما ساعدتنيش في التفرقة ما بين البدائل. ليه؟ لأن لما تيجي تقول لي دي في 100,000 ودي 100,000، طيب أنا استفدت إيه؟ الاثنين زي بعض. أمال أنت بقى تبقى معلومة لا، ما أجي أقول لك تكلفة الصيانة بتاع السيارة الآلة الأولى 10,000 في السنة، وتكلفة الصيانة بتاع الآلة الثانية 7,000 في السنة. بدأنا هنا نفرق. يبقى المعلومة اللي هتعمل فرق ما بين البدائل يبقى دي بالنسبة لي معلومة ملائمة. يبقى علشان تبقى المعلومة ملائمة لابد أن تكون معلومة ذات توجه مستقبلي. اتنين، هتفرق لي ما بين البدائل. طيب، الجودة أو المعيار أو الصفة الثانية لجودة المعلومات القياس الكمي. كل ما كانت المعلومة أقدر أقيسها كميا
رقميا كل ما كان افضل. يعني ما اقدرش اقول مثلا الاله دي بتنتج انتاج كبير، لكن لو قلت ان الاله دي بتنتج 500 وحده في الساعه يبقى ده افضل. يبقى كل ما كانت المعلومه كميه رقميه كل ما كان ده افضل. المعلومه الثالثه او الجوده الثالثه التحرر من التحيز، يعني تكون المعلومه محايده غير متحيزة. يعني لو حد سألني هي أفضل جامعة في المملكة إيه؟ أقول له أفضل جامعة في المملكة هي جامعة الإمام. هل المعلومة دي معلومة محايدة؟ لا طبعا. ليه؟ لأن أنا أحد منسوب الجامعة، وبالتالي أكون أنا عندي غير حياد وتحيز ناحية الجامعة اللي أنا أنتسب لها. تمام، متحيز ناحية الجامعة اللي أنا بنتسب لها. لكن لو انا عايز معلومه محايده عن افضل جامعه اروح على وزاره التعليم اقول لهم هي افضل جامعه حكوميه في المملكه ايه؟ يكون عندهم هما ترتيب للجامعات بطريقه معينه وفي معيار للجوده، هيقول لك رقم واحد كذا، اثنين كذا، ثلاثه كذا. يبقى بناء عليها تكون المعلومه عشان تبقى ذات جوده عاليه خاليه من التحيز. لانها لو كانت متحيزه هتؤدي لتخطيط غير سليم، هتؤدي لاتخاذ قرارات غير سليم. التوقيت مهم جدا في المعلومه، التوقيت. التوقيت زي ما قلت لكم من شويه، لما اجي اشتري اله هل الافضل ان اعمل دراسه جدوى وافضل انواع ادور على ابحث وابحث عن افضل انواع الالات الاول، ولا اشتري وبعد كده ابحث؟ لا طبعا، يبقى لازم ابحث عن المعلومه في البدايه. يبقى انا لازم ابحث عن المعلومه في البدايه. يبقى في الحاله ديت التوقيت، يبقى المعلومه ذات جوده عاليه اللي بتيجي المعلومه ذات جوده عاليه هي المعلومه اللي بتيجي في الوقت المناسب. وما هو الوقت المناسب؟ قبل اتخاذ القرار. الوضوح يعني معناها المعلومه لا تقبل التاويل، يعني ما تكونش المعلومه لها اكثر من معنى. معلومة واضحة، معلومة لا تقبل التأويل. يبقى بالتالي لما أذكر معلومة يبقى أنا بقصد بها شيء واحد فقط. ثم الإيجاز، الاختصار في المعلومة، التركيز على النقاط الأساسية اللي هتفيدني في اتخاذ القرار. كل ما كان عندي معلومات كتير كل ما هيكون ده يحدث ربكة ووقت كتير في المفاضلة ووقت كتير لاتخاذ القرار. لكن لما تبقى موجود عندي المعلومات المهمة فقط، المعلومات المركزة فقط، يبقى أركز تمام على النقاط الأساسية. يبقى أركز على النقاط الأساسية، تمام. يبقى معايير جودة المعلومات اللي هي خصائص المعلومات ذات الجودة العالية، أن تكون المعلومة ملائمة قابلة للقياس الكمي، التحرر من التحيز، تأتي في الوقت المناسب، واضحة لا تقبل التأويل، موجزة أو مختصرة. طب إيه الفروق الأساسية ما بين المحاسبة المالية والمحاسبة الإدارية؟ الهدف من المحاسبة المالية، الهدف الرئيسي إعداد القوائم المالية. يبقى قائمة مركز مالي، قائمة دخل، تدفقات نقدية، وننشرها للغير. أما المحاسبة الإدارية هدفها الرئيسي خدمة إدارة المنشأة. المستخدمون، المحاسبة المالية المستخدم الرئيسي بتاعها من هم خارج الشركة. يعني بتخدم اللي خارج واللي داخل ايضا، لكن الاساس فيها هي موجهه لخدمه من هم خارج المنشاه. اما المحاسبه الاداريه بتخدم الاداره او اداره المنشاه فقط، ممكن كافه المنشاه داخل الاداره، لكن لا يعلم بها اي شخص خارج الشركه. من حيث التوجه الزمني او الفتره، المحاسبه الماليه بتركز على ما حدث في الماضي. أما المحاسبة الإدارية تركز على الماضي
والحالي او الحاضر والمستقبل، يبقى يهمها اللي حدث في كل الازمنه، عشان هي بتخطط للمستقبل، بتستفيد من الماضي علشان تعرف تخطط ازاي للمستقبل. القيود او المعايير، المحاسبه الماليه فيه التزام بالمعايير المحاسبه الدوليه حاليا، ما ينفعش اخالف المعايير الموجوده اللي بتنظم عمل المحاسبه الماليه. اما المحاسبه الاداريه، المعيار الاساسي المنفعه الجوده، يعني مفيش معايير ملزمه في المحاسبه الاداريه. بيقولوا عليها الحاجات، بيقولوا عليها ايه البيست براكتس، او بيقولوا عليها افضل الممارسات. فنشوف تجربه الشركه الفلانيه هي نجحت ازاي، طب دي عملت ازاي، نبدا نشتغل على الجزئيه الموضوعيه. المحاسبه الماليه هي اكثر موضوعيه من المحاسبه الاداريه. كلمه موضوعيه معناها لو جبت النهارده قائمه المركز المالي، كل رقم موجود في قائمة المركز المالي فيه مستند ليؤيده. لو قلت أراضي أحد الأصول، تفضل أدي عقد ملكية الأرض. فالموضوعية معناها هنا في اللي هي إيه؟ المستندات أو الأدلة اللي بتؤيد كل رقم موجود في المحاسبة المالية. أما المحاسبة الإدارية مش شرط يكون فيه مستندات. عشان كده بقول فيها مرونة أكثر. زي ما قلنا افضل الممارسات دي عايزه اجتهادات، عايزه خبرات معينه، عايزه مهارات معينه. المجال، المحاسبه الماليه تتعامل مع المنشاه كوحده واحده. يعني لما اجي اقول والله عندي مبيعات، الشركه عندها 10 اقسام 10 منتجات، فلما اجي اكتب في قائمه الدخل بقول ايراد المبيعات، ما بقولش بقى ايراد الف وايراد باء وايراد جيم وايراد سين وايراد صاد. بتعامل مع المنشاه كوحده واحده. عندها الات، كل الاقسام اجمعها مع بعض واقول الات في المنشاه. اراضي، مباني، بتعامل مع المنشاه كوحده واحده. اما المحاسبه الاداريه لا، هي عايزه تقسم المنشاه الى اجزاء، الى قطاعات عشان تقيم الاداء. ما يهمهاش نيجي نقول انا عندي 10 اقسام واقول الاجمالي، الاجمالي ما يهمهاش في حاجه، يهمها اداء كل قسم على اساس لما تيجي تقيم اداء كل قسم لحاله، وتحدد الانحرافات اللي موجوده في كل قسم لحاله. يبقى المحاسبه الاداريه بتركز على التفاصيل او القطاعات، اما الماليه تركز على المنشاه كوحده واحده. المحاسبة المالية ملزمة في نهاية كل فترة معينة بنشر قوائم وتقارير مالية. ملزمة بنشر قوائم وتقارير مالية للغير، قائمة مركز مالي، قائمة دخل، صفقات نقدية وملكية. أما المحاسبة الإدارية لا، القوائم بتاعتها أو التقارير بتاعتها سرية، لأنها تخدم الإدارة فقط، وبالتالي غير ملزمه بنشر قوائم او تقارير خاصه بالمحاسبه الاداريه. دي الفروق الاساسيه ما بين المحاسبه الماليه والمحاسبه الاداريه. طيب ده كانت المحاضره المرئيه الاولى، او اهم النقاط اللي جات في المحاضره المرئيه الاولى. في المحاضره المرئيه الثانيه بنتكلم فيها عن التطورات الحديثة في الإدارة. إيه هي التطورات اللي حدثت في الإدارة في السنوات الأخيرة؟ أول حاجة التركيز على العملاء. كنا دايماً بنقول اللي بيشتغل في التجارة عنده قاعدة كده، يقول الزبون أو العميل دايماً على حق. معناها إيه؟ إن التعامل مع العميل أو الزبون بتاع الشركة هو ده اللي بيجيب لي إيراد، وهو ده السبب في استمرارية الشركة وفي نجاح الشركة.
يبقى علشان الشركة تنجح ركز على طلبات العملاء عشان ما اخسروش، برافو عليك. عشان كده بتلاقي الشركات اللي بتنتج الدوالات بتلاقي كل سنة تغيير في الشكل، تغيير في الموديلات. ليه؟ لأن ده عملوا شكل معين، الشركة المنافسة عملت شكل أفضل، فحبوا ان هم يخدموا العملاء بتوعهم فغيروا الشكل الجديد، فعملوا كذا وعملوا كذا، عمليه تسويقيه وعمليه كمان خدمه مع العملاء. يبقى انا عايز اتاكد ان كل ما يحدث في المنشاه موجه لخدمه العملاء. طيب ايه تاني من التطورات اللي حدثت ايضا؟ عوامل النجاح الاساسيه بدأوا يركزوا هي الشركات اللي بتنجح وبتستمر في المستقبل مواصفاتها ايه؟ الشركات اللي بتنجح في المستقبل مواصفاتها ايه؟ انا يهمني علشان انجح في المستقبل لازم اقدم المنتج بتاعي بجودة عالية بتكلفة أقل في الوقت اللي يطلبه العميل. دايما لازم يكون في ابتكار وتجديد. يبقى عشان الشركة تنجح، الشركات الناجحة، تمام، الشركات الناجحة بتحاول دايما تخفض تكلفتها، وفي نفس الوقت معادلة صعبة شوية، أي تزيد الجودة. احنا دايما بنقول لما الجودة تزيد السعر يزيد التكلفة تزيد، لكن المعادلة الصعبة ازاي ان انا انتج المنتج بتاعي بجودة عالية وتكلفة اقل. ده التحدي، ده النجاح. طب اكتر من كده كمان، سرعة الاستجابة لطلبات العملاء. سرعة الاستجابة لطلبات العملاء، يعني العميل بعت لي النهارده اوردر معين، عايز طلبيه معينه، استجبت له وسلمت له الطلبيه امتى؟ كل ما كان الوقت قصير كل ما كان ده افضل. يبقى الحاجه ديت هتساعدني في الاستمراريه وفي منافسه المنافسين بتوعي. يبقى انا استجبت للعميل بتاعي بعد يوم، بعد اثنين، ولا بعد ساعه، ولا بعد 10 دقائق. كل ما كان الوقت اقصر للاستجابه كل ما كان افضل. الابتكار، الشركه اللي هي ما بتبتكرش دايما وتجدد في المنتجات بتاعتها وتصاميمها والكلام ده كله مش هتستمر في المستقبل. مش هتستمر في المستقبل. كلنا بنشوف كل سنه موديلات كتيره في الجوالات، في التلفزيونات، في السيارات، كل شركه بتحاول تنافس الشركه الاخرى وتلبي احتياجات عملائها من الشكل والجوده معاها. يبقى من التطورات الحديثه في مجال الاداره عوامل النجاح الرئيسيه لاي شركه، قلنا تكلفه اقل، جوده اعلى، تسليم في الوقت المناسب وفي اقصر وقت ممكن، ودايما يكون في ابتكار وتجديد. ايضا من التطورات الحديثه حاجه اسمها تحليل سلسله القيم. يعني ايه تحليل سلسله القيمه؟ كلمة سلسلة القيمة يعني معناها كل الأنشطة اللي بتقوم بها المنشأة من أول ما اتكونت لحد ما تسلم البضاعة للعميل وخدمة ما بعد البيع. دي بنقول عليها سلسلة القيمة. طب أنت إيه اللي عايزه فيها؟ عايز السلسلة دي كلها يكون لها فعلا تضيف قيمة. يبقى بدءا من البحوث، تطوير، تصميم منتج، انتاج، تسويق، توزيع، خدمات ما بعد البيع. كل انا عايز اتاكد ان كل نشاط من هذه الانشطه يضيف قيمه للمنشاه. لازم يكون في تكامل بين كل الوظائف اللي موجوده في الشركه. يعني كل وظيفه بتكمل الوظيفه الاخرى. لازم اهتم دايما بالبيئه الخارجيه والبيئه الداخليه. يعني نزل لي منافس، انا محتاج ايه؟ محتاج ان انا اعدل سياسه السعر اللي عندي، اخفض المنتج بتاعي، اخفض السعر، ازود الجوده. يبقى كل ما يحدث في البيئه الخارجيه
وما يحدث داخل المنشأة لابد ان انا استجيب له بسرعة. من ضمن ايضا التطورات الحديثة في مجال الإدارة حاجة اسمها التحسين المستمر. التحسين المستمر، لاحظوا كده، اي منشأة بتثبت على منتج معين من غير ما تطوره هتجد المنشأة دي السوق بيطلعها على طول في الأجل الطويل، مش هتستمر. يبقى من ضمن عوامل النجاح الرئيسية التطوير والتحسين المستمر، ده علشان أنافس في السوق وأستمر في الأجل الطويل وأنجح في الأجل الطويل. دي على التطورات الحديثة في الإدارة. طيب في حاجة اسمها كمان التطورات في مجال الأعمال أو في بيئة الإنتاج. إحنا قلنا اللي فات ده كان في مجال الإدارة. طب في بيئة مجال الإدارة يعني معناها إيه؟ يعني معناها ثقافة المديرين اللي بيديروا الشركة. طب التطورات بقى في بيئة الأعمال، في بيئة الإنتاج، في حاجة أصبح في بعض مجموعة من التطورات زي 1. نظم الإنتاج الفوري. نظم الإنتاج الفوري اللي بيقول عليها الجد. جي اي تي بيقول عليها جاست ان تايم، يعني بيقول عليها نظام الانتاج الفوري، نظام الانتاج الاني. معناه ايه؟ كان زمان بيئه الانتاج بتقول لك ايه، انتج الاول، نزل المنتج بتاعك في المخازن، ابدا اعلن اعلانات وسوق المنتج بتاعك وشوف بقى مين اللي هيشتري منك. فقال لك لا، الايام دي او في البيئه الحاليه مش هينفع كده. البيئه الحديثه بتعمل ايه؟ قالت لك لا، ما تنتجش الا لما يجي لك طلب او اوردر من العميل عشان تضمن ان الحاجه اللي بتنتجها اتباعت. يعني مش محتاجين مستودعات. هجيب المواد الخام هتدخل على المصنع على طول. لما تبقى منتج تم الصنع هيكون العميل موجود خارج المصنع بسيارته وياخد البضاعه بتاعته ويمشي. يبقى انا لا خزنت لا منتج تام ولا مواد خام. ده بيقولوا عليها نظام الانتاج الاني او الفوري اللي هو الجد، اللي يقوم على اساس لا يبدا الانتاج الا بعد وصول طلبات من العميل. طيب التطورات، التطور الثاني في بيئه الانتاج وفي بيئه الاعمال حاجه اسمها نظم التصنيع المرنه. كلمة نظم التصنيع المرنة معناها إن أنا بستخدم الحاسب في كل مراحل الإنتاج اللي عندي. في تصميم المنتج، في تصنيعه، في التحكم في التشغيل أوتوماتيكيا، من أجل إن فيه يعني أنا ممكن أعدل الآلية بتاعته، ممكن تبقى عندي آلة أستخدمها في إنتاج 20 منتج. مجرد تصميم الآلة برمجتها تنتج لي منتج معين، برمجة تانية تنتج لي منتج تاني. الصوت واضح يا جماعة؟ يعني البعض بيقول لي ان الصوت فيه مشكله. الصوت عندي ما فيش، شايفه ما فيش مشكله قدامي. طيب هو معظم الشباب كده بيقول واضح. معلش اللي عنده مشكله يحاول هو يعلي من اللابتوب او من الكمبيوتر بتاعه. تمام. يبقى نظم التصنيع المرنه هي استخدام الحاسب في كافه مراحل التصنيع. يبقى انا دلوقتي ممكن استخدم الحاسب في تصميم منتج، في تصنيع منتج، في التحكم في التشغيل، دي بيقولوا عليها نظم التصنيع المرن. في حاجه كمان اسمها نظريه القيود. كلمه قيود يعني معناها عقبات او مشاكل تحد من وصول المنشاه او تحقيق المنشاه لهدفها. دي بيقولوا عليها قيود. طيب القيود دي قد تكون عنصر نادر من المواد الخام. يبقى انا عايز مواد خام بكميه معينه. طب بس المواد خام ديت نادره مش كافيه. يبقى ده قيد او مشكله المفروض المنشاه تحلها لي. يبقى لو اتحلت حلت حاجات كتير بالنسبه لي. ما عنديش عماله ماهره. يبقى ده قيد. يبقى لو الاداره وفرت لي العماله الماهره يبقى حلت لي المشكله. تمام. يبقى نظرية القيود معناها بنقول للإدارة لو سمحتم، الإدارة العليا طبعا، ما تركزوش على كل كبيرة وصغيرة.
ركزوا فقط على المشاكل اللي ممكن تحصل في المنشأة. أما المشاكل البسيطة الروتينية المديرين في المستوى الأقل هيحلوها. لكن أنتوا بالنسبة لكم المشاكل اللي فيها قيود كبيرة ركزوا عليها. يبقى ركز على القيود اللي هتحد أو المشاكل أو العقبات اللي هتحد من قدرة المنشأة على تحقيق هدف. أيضا في تطور حديث في المجال الأعمال في الإنتاج، حاجة اسمها إدارة الجودة الشاملة. اللي بيقولها بالإنجليزي اللي هي تي كيو إم أو توتال كواليتي مانجمنت. يعني إيه؟ إدارة الجودة الشاملة يعني معناها الإنتاج بتاعي في كل المراحل لازم يتم الإنتاج بدون عيوب. يبقى لازم بعد كل مرحلة إنتاجية أفحص إنتاج المرحلة دي، وأي عيوب في المنتج عيد تشغيله تاني قبل ما ينزل السوق، بحيث أصل إلى الهدف بتاعي وهو الإنتاج بدون عيوب. وهو الإنتاج بدون عيوب. يبقى كلمة ديت إدارة الجودة الشاملة، دور على أي مشكلة ولو كانت مشكلة بسيطة نحلها في الوقت المناسب. الوقت المناسب لحل أي مشكلة في المنتج هي قبل وصول المنتج للمستهلك، قبل ما يطلع خارج الشركة اللي أنا شغال فيها. لأن لو طلع خارج الشركة سمعة سيئة على الشركة، تكاليف لضمان، تكاليف إصلاح، هيبقى في مشاكل كتير للشركة. يبقى عشان كده لما يجي يقول لي اداره الجوده الشامله معناها بيطلب مني ان كل نشاط في الشركه بيتم بجوده 100%. لو كل جزء في الشركه، كل نشاط، كل مرحله تم ب 100%، ايه اللي هيحصل؟ هوصل لمرحله معينه ان انا اجد ان المنتج النهائي بتاعي منتج خالي من العيوب. ده الهدف بتاعي، ان انا اصل الى منتج خالي من العيوب. طيب من ضمن ايضا التطورات حاجه اسمها اعاده هندسه العمليات. اعاده هندسه العمليات يعني معناها لازم ان انا اعيد النظر في كل عمليه واعاده تصميمها كل مره. عشان ايه؟ ممكن يكون في مرحله او خطوه غير ضروريه، لو تخلصت منها هيبقى الاداء افضل، ان انا اقلل احتمال حدوث اخطاء. يبقى ده يقول عليها اعاده هندسه العمليات. يبقى كل ما يتعلق بانشطه المصنع عيد النظر فيه تاني، واي حاجه محتاجه اعاده ترتيب، اعاده هيكله، عيد الترتيب، عيد الهيكله تاني عشان تتخلص من اي انشطه غير ضروريه. ايضا من ضمن التطورات اللي حدثت في بيئه الاعمال او بيئه الانتاج المنافسة الدولية. اتسع مجال المنافسة. انتشرت المنافسة على مدى العالم والدول بالكامل. فأصبح دلوقتي المنتج أو اللي هي المصنع المحلي في خطر. إيه الخطورة بتاعته؟ إن دلوقتي لما يجي أنا لو النهارده موجود عندي مصنع وبصنع منتج والمنتج ده فيه عيوب. كان قبل كده المستهلك مضطر يشتريه بالعيوب اللي فيه عشان ما فيش بديل. طب دلوقتي في استيراد، المنافسه العالميه، الدول اللي بتنتج المنتج ده ممكن عندنا مستوردين يستوردوا المنتج ده ويدخلوه البلد، وبناء عليه يبقى اللي مش هيصنع بجوده عاليه مش هيعرف ينافس. فعشان كده بقول المنافسه الدوليه ساعدت على تحسين المنتجات المحليه، علشان المنتج المحلي دلوقتي وجد له منافس وبالتالي ما بقاش احتكار. يبقى لازم ايه؟ قدرتي كمان ان انا اسوق المنتج بتاعي داخل بلدي، وكمان ان اقدر اسوقه في الخارج. امتى اسوقه في الخارج؟ لو المنتج ده ذو جوده عاليه اقدر اسوقه كمان خارج الشركه، خارج الدوله. يبقى من ضمن التطورات الحديثه في مجال الاعمال نظام الانتاج الفوري، نظم التصنيع المرنة، نظريه القيود، إدارة الجودة الشاملة، إعادة هندسة العمليات، والمنافسة الدولية. هنقف لحد كده النهارده. يبقى احنا كده النهارده خدنا أهم النقاط في المحاضرة المرئية الأولى والمحاضرة المرئية الثانية.
في كل لقاء بإذن الله هنحاول ناخد ثلاث محاضرات مرئية، بحيث إن إحنا نخلص الشغل بتاعنا كله في 10 لقاءات، ويبقى بقى عندنا لقاءين نستخدمهم في المراجعة وتطبيقات وحالات زيادة بإذن الله. بإذن الله. أي استفسار يا شباب؟ أي استفسار؟ عفوا، يلا نراكم على خير بإذن الله، اللقاء القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.